الابن تاعو لاعب كرة سلة في مدرب الفريق. والحكم الجزائري طالب عمار 65 سنة، حكم دولي منذ سنة 1968. والجولة الأولى الآن، الجولة الأولى بالقسمية. محمد نعرف الملاكم الجزائري القوي صاحب القاطفات باليسرى والضربات القاضية أيضا. هذا الملاكم اللي ما عرفش عليه كثير، عنده 14 انتصار في 14 منازلة في عالم الاحتراف. يسرى قوية الآن من الملاكم أوري وبن قسمية الآن. بن قسمية الآن يحاول باش يوجد الصخرة والجملة الآن تعمل يمناه ويسراه الآن. شوفوا يعني هذه جزء تعرف يعني كاس سيمي نغتا بالقسمي علوي يعني لوبسيرف في الملك بن الصاد بس كاس بالقسمي نعرفوا الجزء تعرف ما تكونش معاه احيانا يسقط الملف تاعو في الجولة الأولى. إيه صح، بس علاش إذا جيت في الخدمة تاعو كي ضرب نكوي ضرب بيع ولا ما يخدمش. يعني شوفوا خطفت بجسرة من الملاكم أوفي موديو. أم كوبا أوفي. خطفة. نعرف قوة الملاكم الجزائري محمد بن قسمية في هذا الوزن ما تحت الثقيل. بن قسمية ملاكم أيضا قوي الآن يحاول يسدد باليمنى وباليسرى، دائما يبحث على وجه منافسه. الرؤية كما يقولوا الملاكم لما ينظر ليه الآن بن قسمية باليسرى وباليمنى دائما تجاه الوجه، ما فيش ضربات من بقسميه تجاه الكبير. نشوف اللي انا في بالي الملاكم هذا الفرنسي عنده معلومات على بنقسميه، عنده هذه المعلومات اللي يخدم لي بيتو دي غوش راهو يعني لي بون دي كوفير او حاجه شويه يعرف الكور تاعو. ما زال الكونفار ما زال كي يبدو الكونفار. بالجمله هذه لانه الان بنقسميه راهو ينوع من الكبير سواء باليمنى او باليسرى. ينوع وهذا نظرا للملاكم هو امامه مع التجاوب تاع الجمهور في هذه الجوله الاولى. الان استعمل الخطفات باليسرى المعروف بها محمد بن قسمية في هذه الجوله الاولى. لكمات مؤثره والتفوق يبقى لصالح محمد بن قسمية في هذه الجوله الاولى. سريع محمد في نهايه الجوله الاولى الان على مستوى الكبد، وتاثر الملاكم اوري موديو في هذه الجوله الاولى. اثر فيه الان يدخل مباشره في النزال محمد بن قسمية وكانه يريد انهاءه في الجوله الاولى. ويبقى دائما ذلك الملاكم الذي يخشاه الجميع من خلال الضربات القاضيه ونهايه الجوله الاولى. تفوق واضح ل وانا نضمن يعني المقاتله ما تصل الاخر. صور المعادة ضربة متأثرة باليسرى لا شفنا الضربات الخاطفة من محمد بن قسمية. مؤثر مرتين هنا لو كان في عالم الهوات راه يعد عدة نقاط حسبة. وما الحكم راه دخل له واحد له. الجولة الثانية هذه. الجولة الثانية هل ستتوقف أو سيوقفها محمد بن قسمية أم لا؟ مع
دائما بداية الملاكم الفرنسي الإيفواري الأصل أوري موبيو، تعمل بصراحة كثيرا الملاكم الفرنسي، مركز كثير على اللكمات بالجسر، ولكن الأخير مؤثرة في نفس الوقت محمد بن قسمية يبحث عن الثغرة وكيفية توجيه اللكمة المصوبة تجاه وجه موبيو أمام تشجيعات جمهور قاعة حرفة. الآن يبحث عن الكبد ثم الوجه، تنويع اللكمات بالنسبة لمحمد بن قسمية. نشوف بقسمي يعني الى بري كونسيونس الكومبا راهو يمشي تما يحط يلوح في اللكمه تاعو. نشوف استعمل حتى القوه تاعو لانه راهو يحب الضربه القاضيه. راهو يحوس عليها. راهو يحوس على الضربه. راهو يمشي فيه كيبي كيبي حتى نشوف طريقه تاع الملاكمه تاع محمد بن قسمي وقوه توجيه اللكمات المصوبه سواء تجاه الوجه او الكبد. هو انه يبحث عن ضربات القاضيه، لان لما الملاكم يتعود على حياته ما يقدرش يسيرها. خاصة أمام جمهور شوية يعني في كل حضر الأحفاد وكوكب يدين. لكن الجمهور دائما يطلب المزيد من الملاكم على الأقل اللي يشوفونا في الجزائر دائما نسمع به يلاكم في الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا. وما شفناش كثير هنا في الجزائر، شفنا المرة الأخيرة جولة واحدة فقط من أجل اللقب الإفريقي. اليوم إن شاء الله إن شاء الله غنشوفوا يعني انطلاقات سيئة مستوى منيح. لكن حتى الجمهور يحب الضربات القاضية ولهذا يحب الضربات القاضية في الملاكمة. وفي الوقت الآن كان سدد الملاكم الفرنسي أوري موبيو وبن قسمية، هل سينهي الجولة الثانية بكل قوة مثلما فعل في الجولة الأولى أمام المرأة؟ الحكم طالب عمر حكم الدولي هو ضمن حكام الدبليو بي سي منذ 5 سنوات من سنة 1993 حكم جزائري طالب عمر. كان حكم دولي مثلا كان الالعاب الاولمبيه تاع موسكو مر بالهواء قبل ما الاحتراف، وكان في فتره من الفترات مع الاعتراف وايضا مع الهواء ما بين سنتين من 2005. ونهايه الجوله الثانيه هذه تفوق بين قسمية جولة تذكر مقررة في 6 جولات ب3 دقائق. الجولة الثالثة الجولة الثالثة الآن كل ملاكم يبحث من دون شك عن الفوز، وبن قسمية دائما يبحث عن الفوز وبالضربة القاضية مثل ما عودنا عليه. الجولة الثالثة ووحدة بن قسمية الآن يوجه اللكمات تجاه وجه موبيو الفرنسي وكأنه يريد إنهاء النزال محمد بن قسمية، لكن أمامه ملاكم يتلقى اللكمات يتلقى ويواصل التوجيه. نشوف الملاكم موبيو عنده قوة تحمل تمام كسر ويعني سكوه بيان. بن قسمية دائما يبحث عن الثغرة لأن اللي غطي وجهه كثير غطي وجهه كثير، وخاصة وأنه دارس محمد بن قسمية الجهة اليمنى تاعو غطيها كثير منيح.
الليتر كيسال بالجسر اللي بين الوسطيه دائما في الجهه الجمله للملاكم المنافس. يعني عنده معلومات وهنا بن جسميه دائما يبحث على تسديد الملاكمه تجاه الوجه واحيانا اخرى تجاه الكبد. مازال ما وجدتش النقطه في الضعف عند المنافس. راوي فاري بن قسماوي يخدم لي دي فاسون فاري يعني ما حدثلوش يقعدوا اون بوش بيان بريسيز باش ما يحطوش الملاكم الاخر باش ما يتقل الملاكم الاخر بدون ما يتحمل يتحمل مليح يتحمل كثير. لازم على بن قسميه ان يجد الثغره ونقطه الضعف عند الملاكم الفرنسي موبيو اوري. سلسلة من لكمات محمد بن قسمية ما تأثرش على الموبيو. ما يوخرش خلاص من هذا الملاكم موبيو. عنده قوة. راهو يتلقى اللكمات ويبقى إلى فرنسيجو. الجولة الثالثة هذه دائما في يمنى مصورة من محمد بن قسمية ما زال ما وجدش المجال باش يوجه النكمة باليمنى. الآن تصيب على بن قسمية بس يعمل كثير بيده اليمنى للجهة يده اليسرى والجهة اليمنى للمنافس المنافس مغطى مغطى منيح يعني ديك بن قسمية ماهوش يسال اللي فات دي غوش لازم نستعمل الملتقيات باليوم. ان شاء الله شفنا الملاكم لما الملاكم الفرنسي موبيو وين يقاس عند ما يفهم الملتقيات باليوم. شوف هنا باليد اليسرى ما وجدتش ضلتها. لان بن قسمية المتفوق في هذه الجوله نعرف من اللكمات الخاطفه باليسرى لبن قسمية تجد معناها القوه تاعها في الدقن تاع المنافس الموطن لان الملاكم لما يقاس فيسقط مباشره بالضربه القاضيه. اكثر حركيه الان من محمد بن قسمية في بدايه الجوله الرابعه. الان هنا بن قسمية يخلص الملاكمة تاعو المعروفة هو الدورة ثم تسديد لكمة بجملة. هنا بن قسمية يستعمل الجملة وبجسرة الوقت يلتصق به الملاكم الفرنسي موبيو اوري. موبيو اوري كما ذكرت عنده 14 انتصار في عالم الاحتراف في 14 منازلة. حقيقة قوة تحمل كبيرة عند موبيو. شوفوا يعني شنو كان اللكمات وشوفوا بجسمية راهي لكن رائعة يعني. والجمهور هنا يتجاوب معاه يتجاوب مع بن قسمية نفس الطريقة عند موبيو اوري. هذا منافس المستوى ماهوش بس الله يجريني في الداخل. مقابل منيحة بن قسمية مقابل تجارية يعني منيحة ديالها. يبحث عن اللكمات المقلعية كما يقولوا وهنا سلسلة من اللكمات تجاه الوجه لكن الملاكم موبيو هو الآخر يبحث عن الخاطفات من حين إلى آخر لان الملاكمه من بعد بن قسمية سمح له باش يثبت اللكمات المصوبه الان ويأثر يأثر عليه ويقيسه في هذه الجوله وكأن بن قسمية ما حبش يواصل ويخلي الجمهور يتمتع اكثر. خلى الجمهور يتمتع اكثر في هذه الجوله الرابعه لان لو واصل سلسله اللكمات
لا سقط المنافس موفيو. كانت عنده لا بوسيبيليتي يعني صح الفرنسي تاعو باش يخدم اون بيرفيت ما حبش ولا لور ما حبش يكمل يشوف بلي يعني وجهه مع الجمهور. الجمهور يطلب منه كثير لا قوة كبيرة قوة كبيرة من عند محمد بن قاسمية وينوع اللكمات من الجهتين. قلت له حتى تجربي يعني يبوكتي تين مواليز افيك كونفيونس مليح كي يكمل بيض هذا اليوم. نشوف في محمد بن قاسمية اللي نعرفوه من خلال تنويع اللكمات باليمنى وباليسرى ولكن ما الملاكم الفرنسي موبيو ما زال يتحمل قوة محمد بن قاسمية في هذه الجولة الرابعة لتنتهي في هذه الأثناء الجولة الرابعة لتنتهي بفوز محمد بن قاسمية ما زالت أربع جولات أخرى من تنتهي من القدم يعني الإنسان بلقطات يعني مليحة تاع هذه إعادة وخلال خلال الجولة الرابعة كانت نسبة نسبة غير قانونية لكن الآن راح نشوف سلسلة اللكمات هذه اللكمة المعادة من زاوية أخرى هبط في الملاكم دائما من زاوية أخرى نفس اللكمة هنا شوف الذكاء تاع موبيو ما يخليش بن قاسمية يواصل في تسديد اللكمات المباشرة يهبط راسه هبط راسه ويشكو بها عنده هذا الحل الوحيد بس نشوف الثاني تفوق عليه كثير في الكونتيك ديال بن قاسمية والجولة الخامسة الجولة الخامسة الآن هل سيدخل من جديد محمد بن قاسمية بكل قوة في هذه الجولة الخامسة مثل ما بدأ الجولة الرابعة يدور حول الحلبة وحول منافسه يمنى خاطفة قوية من محمد بن قاسمية في هذه الأثناء ويسرى وينوع من لكمات ما يخليش منافسه موبيو يوجه له لكمة مؤثرة لحد الآن محمد بن قاسمية ما تقاش على وجهه لحد الآن ما تقاش أقول لكم يعني الخوف إلى راهو يجي لكم بس ما يحبوا اليوم صار تسكيل بالفيدورين انا اقول لك يعني هذه المقابله تساعد منيح في الديار تاعو هكذا هي قوة بن قاسمية في مثل هذه المنازلات ممكن بس تكون هذه المنازلة منازلة امتاع جمهور قاعة حرسة لكن يبقى ذكاء الملاكم موبيو يتلقى ويتحمل اللكمات دون ان يتاثر بها. ايه يعني هنا نعرفوا بلي الملاكم موبيو جا محضر الشيء هذايا، عنده معلومات على بن قاسمية غطى الفوا تاعو على بلوكي دو غوش وراه يجيب زول فالون كل يعني يخسر او بوان كما يختار. الان هنا بن قاسمية يحاول بس يوجه لكمات تجاه الوجه والكبد الان شوف الوقت الملاكم موبيو يتلقى لكمات تجاه الوجه ثم الكبد تعالى هتافات الجمهور من جديد والمناصرة والمؤازرة لمحمد بن قاسمية في هذه الجولة الخامسة سلسلة من لكمات المؤثرة تصيب وجه وكبد الملاكم موبيو حقيقة قوة تحمل كبيرة عند موبيو غريب أبرو هذا الملاكم الفرنسي الإيفواري الأصل قوة تحمل كبيرة رغم أن التفوق يبقى واضح لمحمد بن قاسمية الرجوع القوي تاع الموديو يعني ما قاسوش بيان بيان اوني بيرفي في الموطا اون كوتي غوش باش ياثر عليه الكره هذيك التوفيق لكن نعرف ان فيه الملاكمين اللي يعني نعرفهم عندهم قوه تحمل كبيره ونذكروا بهذا جويت رافي يعرفوا ملاكم يتحمل كثير وكانه متبع طريقة جوفرا في لأنه يتحمل ثم يبقى يشكو مكان
واللاعب بن قاسميه يذكرنا كذلك بالطريقه تاع محمد علي لما جوفرازي يبقى مثل هذا يغطي مستشفين ويتحمل وتبقى تقنيات القوه لمحمد علي. محمد علي كان هو بن قاسميه. لا محمد بن قاسميه اليوم كان يجري الكومبات كونفينابلمون يعني شي لاباس. سلسلة من النكمات تصيب وجه أوري موبيو. نهاية الوقت راح الآن راح ندخل في الجولة السادسة. الجولة السادسة الآن هل سينهيها محمد بن قاسمية أم لا؟ محمد راح مغطي نقطة كثير، خلي المنافس يجي كما يقولوا، خليه بس يعود. بن قاسمية لكن يعني طريقة مضروبة، ضروبة طريقة البلاكرة تاع الغزلات تاعو. أنا ضربت مليح في هذه الخمس جوائز اللي فاتت هذه. مليح. الآن يفتح الثغرة. جديد الان يستعمل جناه ويصلاه ويمنى مؤسسه تجاه الكبد من جانب محمد بن قاسمية في هذه الجوله السادسه. مازال مغطي وجهه كثير من الملاكم موبيو اوري لانه لو يترك مجال واحد فقط لبن قاسمية يتمسك فوق الحلبه. كان يفاي باكي دو في لاخر طابي اللي على ما سي بيان كل هذا مليح من هنا بن قاسمية لازم على الاقل تعمل الحيله تاعو باش يفتح الثغره لتوجيه النكمه المصوبه والقويه اللي ينتظرها الجمهور وننتظرها نحن كذلك. لان بن قاسمية نعرفوه ملاكم قوي صاحب الضربات القاضية ايضا عنده انجاز واحد فقط في عالم الاحتفالات الولايات المتحدة الامريكية. اوه يمنى ويسرى من جانب محمد بن قاسمية حقيقة هنا وجد الثغرة باش يسدد لكمات من اليدين وكذلك السرعة تاع اللكمات ودقة اللكمات من محمد بن قاسمية. الآن الدراسة تاعها في هذه الجولة السادسة أتت بثمارها من خلال اللكمات المصوبة وكل ملاكم يحاول باش يأثر على الآخر سيكولوجيا. بقاسمية أنا لوجيك منتظم مثلا. الان تفوق يبقى لمحمد بن قاسمية بدون منازع. يعني لارج افضل. صور المعادة. محمد بن قاسمية النكمتين المتتاليتين. من محمد بن قاسمية يسرى ويمنى
من المباغتة عندها دور كبير في مثل هذه الحالات. راح ندخل الآن الجولة السابعة. الجولة السابعة والأمور الآن اتضحت منذ مدة، والآن يسرى أصابت وجه محمد بن قاسمية من جانب ماريو أوري. هذه الجولة السابعة الآن اللي راح يوضع كل ثقة تاعو في الجولة، جولتين المتبقيتين. نذكر أن هذه المنازلة في ثمان جولات لسه دقائق، منازلة دولية. قاسمية مداعبة الآن. لياقة بدنية يعني ما تعتبر من الملاكمة، لابس اثنين لكن بصحة، شوفين في قالب. شوف بن قاسمية يبدا اللكمة تاعو رويدة، رويدة كما العسل تبدا تضرب بالعقل حتى توصل السرعة الخامسة كما يقولوا. شوف اللكمة باليسرى دائما يبحث عن الوجه المناسب. منافس كذلك قوي يتحمل الضربات. يعني بدات الامل تمشي مثل يوليان فازغال. الان بالدفنية راه يبحث على دائما. نشوف هنا المس، عملية المس من اوري موديو، يعترف بالخطا تاعو هذا. يعترف لانه عارف القوه تاع بنقاسمية. حاول بس يباغت محمد بنقاسمية حقيقه، يحتسب الحكم لمحمد بنقاسمية في هذه الاثناء. شفنا قوه التحمل والمباغته. يقول لك حبيب كيف بدل لاكال تاعو كيف اوفر كان يفاجئ كل مومون شوزمون اللي بريفير ليكيليبل تاعو. كما قلنا الاوري موبيو عنده قوة التحمل والكونتر. المباراة هذه تنفوق ما كاينش في النتيجة لا في فوق كونسيونس. هذه راح كلها مردود ايجابي على محمد بن قاسمية. نعرفوا عندما يتاثر في مثل هذه الحالات العودة تاعو راح تكون من دون شك قوية. وهذا ما نتمناه في هذه الجولة السابعة. يلا يا بن قاسمية مع تشجيعات الجمهور المتواصلة هنا بقاعات